التنوين. هل انتهيت من ورد اليوم يا عائشة؟ نعم يا أمي، لقد قرأت جزءاً من القرآن. بارك الله فيك يا بنيتي، وأحسن بالقرآن نطقك، فأنت تنطقين التنوين بشكل جيد جداً. شكراً يا أمي، فأنا أعرف أن التنوين هو نون ساكنة تلحق الأسماء المعربة فقط، تنطق ولا تكتب. ولقد علمت من جدي أن له حالات عدة، منها أولاً تنوين رفع، ويعبر عنه بضمتين فوق الحرف الأخير، مثل حضر طالب مهذب، واشتركت فتيات نشيطات في الحفل. ثانياً تنوين نصب، ويعبر عنه بفتحتين فوق الحرف الأخير، مثل رأيت عصفوراً جميلاً، وقرأت كتاباً مفيداً. ثالثاً تنوين جر، ويعبر عنه بكسرتين تحت الحرف الأخير، مثل ذهبت إلى متحف قريب من المنزل. أحسنت، ولكن لما نطقت كلمة جزءاً بتنوين النصب في قولك قرأت جزءاً من القرآن؟ لأن كلمة جزءاً مفعول به منصوب، فوضعت عليها علامة تنوين النصب، ولكني لا أعرف لماذا نكتب ألفاً في آخرها بعد التنوين. أنت تقصدين ألف التنوين، فهي ألف تلحق الأسماء المنصوبة فقط بعد التنوين إذا كان الاسم المنصوب منتهياً بهمزة قبلها حرف ساكن، كما في كلمة جزء، أو منتهياً بحرف صحيح غير الهمزة، مثل عصفور أو جميل. وهل تطبق هذه القاعدة أيضاً على كلمة جزاءً؟ لا، فلا نكتب ألف التنوين في الأسماء التي تنتهي بهمزة قبلها ألف، مثل جزاء، أو بألف مقصورة، مثل هدى، أو بتاء مربوطة، مثل شجرة، أو بهمزة فوق الألف، مثل خطأ. شكراً يا أمي على هذه المعلومات المفيدة، والآن لنستعد للذهاب إلى المنزل. عفواً يا بنيتي، ولكن عليك أولاً بتلخيص ما تعلمته اليوم. خلاصة ما تعلمناه اليوم: التنوين هو نون ساكنة تلحق الأسماء المعربة فقط، تنطق ولا تكتب. حالات التنوين: تنوين رفع، تنوين نصب، تنوين جر. أمثلة التنوين: حضر طالب مهذب، ذهبت إلى متحف قريب من المنزل، وقرأت كتاباً مفيداً. ألف التنوين هي ألف تلحق الأسماء المنصوبة فقط بعد التنوين.